المجلس الانتقالي يرفض تسليم الأسلحة والانسحاب من مواقع يسيطر عليها في عدن وأبين، وذلك تنفيذاً لمصفوفة الانسحابات المتبادلة المنصوص عليها في محضر الاتفاق الموقع عليه في 9 من شهر يناير الجاري. مصدر حكومي مسؤول هو الذي أفاد بحدوث هذا التطور الذي يبقي الأوضاع رهن التوتر والصراع المفتوح على كافة الاحتمالات، قبل أن يحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عرقلة التنفيذ المصفوفة والسعي إلى إفشالها من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة. وزاد على ذلك أن حذر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت والسعي لإفشال الاتفاق ووضع العراقيل أمام الجهود السعودية التي قال إنها ترمي إلى تطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن. ما لم توجد عصا غليظة من قبل راعي هذا الاتفاق فإن الفشل هو حليفه. العراقيل وفقا للمصدر الحكومي تشمل عدم التزام الانتقال بعودة قواته إلى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي تطلقها قيادة الانتقال للحكومة الشرعية بشكل مستفز يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق. العراقيل اتسعت لتشمل كذلك تهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن، وتطور الأمر إلى قيام أفراد تابعين للانتقال بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة، في حين أن القوات التي من المقرر أن تغادر عدن إلى مواقع خارج المدينة لم تنفذ ما يتعين عليها تنفيذه بالشكل المطلوب وفقاً للمصفوفة. انصب غضب الحكومة كذلك على ما وصفتها بالممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم الموجهة لها، والتي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، وكلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر وفقاً للمسؤول الحكومي. تطور ليس بالمفاجئ في المسار غير المستقيم للسلام السعودي في جنوب اليمن، والذي هدف كما يرى المراقبون إلى تكبيل السلطة الشرعية والتضييق على خياراتها في التعاطي الميداني مع أحدث انقلاب تواجهه تحت أزيز الطائرات النفاثة للتحالف الذي تقوده الرياض. من تسمي نفسها الجمعية الوطنية الجنوبية كانت قد اعتبرت في بيان لها أصدرته عقب اجتماع عقدته منتصف الشهر الجاري أن كل المؤشرات في نهج الحكومة تشير إلى إفشال اتفاق الرياض وإسقاطه، قبل أن تردد ذات التهديد غير المفهوم بشأن تنفيذ الاتفاق من جانب واحد، والذي سبق وأن صدر عن عيدروس الزبيدي في كلمة له أمام ذات الجمعية.